قيل أيضا أنك نقلت رسالة شديدة وبالغة الخطورة للنائب محمد رعد، فبأنه الحرب ممكن تتوسع وستكون نتائجها وخيمة. هل قلت شيء من هذا القبيل للنائب رعد؟ يعني دون صح دون أن أخوض في تفاصيل ما قيل، لأنه المجالس أمانات والحوارات أمانات، لكن أيوة أستطيع أن أقول أنه فيما يتعلق بموضوع الحرب في الجنوب وتوسعها، الرؤية التي نقلناها إلى مسؤول الحزب السيد محمد رعد هي كانت أنه ضرورة توخي الحذر الشديد، لأنه نرصد نوايا لتوسيع الحرب من جانب إسرائيل. وللأمانة أيضا هو قال أنه الحرب بالنسبة للحزب هي حرب يعني كريهة، وفقا للتعبير الذي استخدمه، والحزب يريد أن يتوقف عنها في أي لحظة. ولكن طبعا هو من البداية موقف الحزب واضح، يربط ما بين ما يحدث مع غزة وما يحدث مع لبنان أو جنوب لبنان تحديدا. فبالتالي بيعتبر أنه مسألة وقف الحرب هي تعود على الجانب المعتدي، الجانب الإسرائيلي، وليس جانب حزب الله في هذا السياق. يعني حضرتك نقلت رسالة من طرف معين، ولا هي كانت مبادرة من الجامعة العربية نفسها؟ وهل طلبت من الحزب أنه يوقف هو الأعمال من جهته؟ لا، لم أطلب هذا من الحزب، أنه يوقف العمل أو يوقف الحرب من ناحيته. أنا أفهم تماما ديناميكيات الحرب وكيف وصلت الأمور إلى هذه النقطة، ولكن التحذير الذي يعني تحدثت به في الحوار كان تحذيرا مبني على تقديرات ومعلومات الجامعة وليس منقولا عن أي طرف.